بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال كالعادة، كل ما يحدث في بعثة النادي الأهلي وكل ما يحدث الحقيقة مع النادي الأهلي في الإمارات بنحاول ننقله لحضراتكم من خلال هذا البرنامج. النهاردة وكالعادة الحقيقة خلال أو منذ بداية هذا البرنامج وحتى الآن كل يوم بيبقى معانا نجم من نجوم شاشة قناة النادي الأهلي، برضو خدناها من الصبح جبناها بالليل النهاردة علشان يعني المرة اللي فاتت، فالنهارده كمان جبناها علشان تكون معانا النهارده نجمه طبعا نهوان سري. ازيك يا نهوان؟ مساء الفل عليك كابتن اسلام، مساء السعاده، وتاني مره على التوالي بكون مع حضراتكم مع كابتن اسلام والاهلي في المونديال. هذا البرنامج اعتقد العالمي فعلا اللي بيتابعه يعني جماهير الاهلي في كل مكان في العالم. برحب بحضراتكم وتاني مره معاكم، والنهارده بنتكلم في حدث كبير جدا واعتقد احنا بننفرد بيه كمان، وشايفين قد ايه الموضوع دلوقتي يعني واخد السوشيال ميديا واخد الصحف العالميه، وهنتكلم في كل ده. على فكرة هو كمان واخد الصحف السعودية، أنا اطلعت بقى على بعض الصحف السعودية وشفت تكلموا إزاي وبيتكلموا على اللقاء المرتقب إزاي، فكل ده هنناقشه إن شاء الله على مدار الحلقة. طبعا لأنه مباراة مهمة جدا ومباراة صعبة ومباراة كبيرة ومباراة ما بين ناديين كبار جدا، زعيم أفريقيا وزعيم أسيا، وبالتالي علاقة ود وحب واحترام ما بين البلدين وستظل كذلك. ولكن في النهاية قبل بس ما أتكلم في أي شيء، النهاردة تحديدا أو منذ الإعلان عن حكم المباراة، أنا بالنسبة لي حاجة غريبة جدا يا نهواند إن أنا ألاقي حكم بيحكم لنادي واحد. طلعوا نادي الأهلي بره وطلعوا نادي الهلال بره الموضوع، وأنا بتكلم إن هل من الممكن إن في حكم يحكم مرتين أو في بطولة واحدة مرتين متتاليتين لنادي واحد؟ أنا الحقيقة من المرات القليلة جدا إن أنا أشوفها، خصوصا إن هذا الحكم الفرنسي كان ضد النادي الأهلي في عدم احتسابه ركلة الجزاء. وبالتالي لما نيجي نتكلم، أنا بتكلم عن الحكم ما بتكلمش عن حاجة أخرى، بتكلم إن الحكم ده ازاي يا جماعه يحكم مرتين ورا بعض؟ انا دي بالنسبه لي كلامك مش غريب ابدا، لان ناس كتير جدا كان رايها نفس الراي ده، وناس كانت على فكره ما لهاش علاقه برضو بالنادي الاهلي قوي على قد ما ليها علاقه بالمنطق، فكلامك منطقي جدا واحنا مش فاهمين، بس هنعمل ايه يعني في حاجات كتيره مش مفهومه إيه؟ من الاول يعني مش جت على دي بس. رايك انت بتلعب في ظل نهائي كاس امم افريقيا، وبتلعب في توقيتات غريبه جدا، وبتلعب بحاجات غريبه، وبتلعب بتضارب مواعيد، ولاعيبه مش عارفه توصل بمواعيدها، وعمرو السوليه مش يعني وعمرو السوليه وخمس لاعبين معاه اخرين تعبانين جدا من ان هم يجوا من الكاميرون. انت عارفه الكاميرون درجه الحراره هناك كام والرطوبه كام؟ لا حاجه اكيد. والقعده هناك عامله ازاي؟ ان انا اقعد لا احنا شو احنا تابعنا الحاله عامله ازاي والتنظيم عامل ازاي اكتر. وبعدين سيء بصراحه يعني اطلع نفسي من جو امم افريقيا علشان اروح المفروض ان انا هساعد النادي الاهلي يا نهاوند في ان انا اطلع او اكسب في المباراة السابقة عشان أوصل نهائي كأس العالم. يعني هل حضراتكم متخيلين اللي بيحصل؟ وفي الآخر ألاقي حكم ركلة جزاء واضحة 100%، مش أنا اللي قلت، كل خبراء كرة القدم في معظم أنحاء العالم اتكلموا عن هذا الأمر صحيح. وقالوا أنا بتكلم على ركلة الجزاء بتاعت أحمد عبد القادر في المباراة السابقة أمام المباراة اللي في الدور أمام بالميراس. خلاص ركلة الجزاء واضحة 100%، هو سمع قال لك لا لا مش ركلة جزاء ومشي اللعب. طب احطه تاني ليه؟ غريب. هو مفيش حكم موجود يحكم مباراه كبيره ما بين فريقين كبيرين، الزعيم في افريقيا والزعيم في اسيا والصريح صحيح، غير الحكم الفرنسي؟ اكيد في، بس فعلا في علامات استفهام دي اللي نقدر نقول عليها، واسئلتنا منطقيه جدا، من حقنا ان احنا نسال يعني تساؤلات دلوقتي كابتن اسلام بيقولها واي اهلاوي واي شخص عنده منطق اعتقد ان هي مشروعه جدا. والنقطه الثانيه كمان لو هنرجع لفكره هنا المواعيد وتضارب المواعيد، يعني المدير الفني البرتغالي للهلال السعودي وموسيماني قد اتفقوا في نقطه مهمه جدا، وهي انتقادهم للاتحاد الدولي كره القدم الفيفا فيما يختص بالمواعيد. يعني حتى ليوناردو كان طلع تصريح وقال تحديدا كده، قال انا قدامي 72 ساعه تحديدا، طب انا ازاي 72 ساعه هقدر ان انا من خلالهم يعني اجهز وكمان اعمل استشفاء للعيبه؟ فموضوع فعلا مش احسن حاجه. وهو لازم يتفقوا في كده. هو في حاجه اسمها ان انا العب فرقه تيجي تلعب قبل النهائي والنهائي، وفرقه تانية تلعب من دور ال 64 زي ما صحيح بيقولوا؟ حاجه صحيح. غريبه جدا، اولاد البطه السوداء يعني، انا حاجه غريبه جدا والله. طب لمصلحه مين ده برضو؟ انا عايز افهم، لو كل الانديه يعني والدنيا فيها عندها مشاكل وبتواجه صعوبات، ده لمصلحه مين؟ انا عايز افهم والله. ما انا عارف يعني هو انت عارفه، انا سمعت مثلا رئيس نادي الهلال وهو بيتكلم عن هذا الامر، قال لك انا قدمت للاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي و
يعني هنسمعها حتى في الاخبار الموضوع ده، ان هو قدم ان هو ازاي يا جماعه يعني انا زعيم اسيا، هو بالنسبه له هو زعيم اسيا، وانا بالنسبه لي انا زعيم افريقيا. صحيح. كنادي اهلي زعيم اسيا وزعيم افريقيا يلعبوا ثلاث اربع مباريات واي فريق تاني يلعب مباراتين، مش فاهمها الحقيقه. صحيح صحيح. هي الموضوع كله الحقيقه بتاع كاس العالم ده تحس فيه بال مش عايز اقول عنصريه. لا هو منين يودي على فين؟ لا عارفه اللي هو على رايك منين يودي على تجيبها كده تجيبها كده.